وإلى البورصة المصرية، حيث أنهت تعاملات جلسة اليوم منتصف جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي. ربح رأس المال السوقي 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 665.857 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 10150 نقطة. كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 38% ليغلق عند مستوى 1744 نقطة. وقفز مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 28% ليغلق عند مستوى 2621 نقطة. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف خبير أسواق المال كريم عبد العزيز. أستاذ كريم، تحياتي لحضرتك. أولا، كيف تقيم أداء البورصة المصرية اليوم؟ أولا، واضح ما شفنا يعني اليوم الثاني على التوالي صعود. احنا قرب مستوى دعم مهم جدا، مستوى 10,000 نقطة. ده بالنسبة لنا مستوى الدعم الرئيسي اللي احنا دايما بنحط عليه الامال الكبيرة من الناحية الفنية. من الناحية المالية، احنا وصلنا لمستويات اسعار متدنية جدا بتعكس مدى يعني جاذبية، خلينا نقولها بشكل علمي، جاذبية أسعار الأسهم وأسعار الشركات دلوقتي للشراء. فده اللي بيعكس الصعود بتاع النهارده. يعني جاذبية الأسعار بالنسبة للمستثمرين المصريين أم الأجانب، ولصغار المستثمرين أم لكبار المستثمرين؟ عامة بالنسبة بوجه عام، بالنسبة للاستثمار بوجه عام، طبعا للاستثمار المدى الطويل الأسعار جذابة، مش من النهاردة بس، الأسعار بقى لها فترة جذابة مش من النهاردة بس. إنما بالنسبة للعملية التريدنج أو المتاجرة، طبعا الأسعار النهاردة تعتبر جذابة. عندنا التقرير بتاع موديز اللي هو كان يتكلم بشكل غير إيجابي على الاقتصاد المصري، طبعا ده هوش مقياس بالنسبة لأداء البورصة، لأن بالرغم أن التقرير طلع بقاله 48 ساعة، إنما من ساعة ما التقرير طلع وإحنا شايفين صعود. فده يورينا شوية أن إحنا فاصلين عن التقارير العالمية، أو التقارير العالمية ما هيش بالدقة اللي بتعكس الاقتصاد الحقيقي المصري. يعني توقعاتك يا أستاذ كريم بالنسبة لباقي جلسات الأسبوع؟ والله ان شاء الله باذن الله نتوقع ان نشوف يعني عمليه يعني اتجاه عرضي لحد ما نختم الاسبوع، لحد ما نقدر ان احنا ناكد على مستوى ال 10,000 نقطه اللي هو الدعم الرئيسي، ويبدا يحصل عمليه صعود من عنده ان شاء الله. جزيل الشكر لحضرتك استاذ كريم عبد العزيز خبير اسواق المال.